وأعود إلى مراسلنا من داخل قبة البرلمان محمد فراس. أهلا بك مرة أخرى محمد، وما هي آخر المستجدات؟ ضعنا في الصورة لو سمحت، وإن كان هنالك أحد النواب بإمكانه أن يتحدث إلينا فستكون لنا وقفة جادة معه، تفضل. نعم، نبدأ من حيث ما تناولت في آخر الحديث عن وجود نائب. أغلب النواب اليوم صائمون عن الحديث للقنوات الفضائية بسبب توتر المشهد السياسي وأيضا توتر الشارع العراقي من خلال تواجد تظاهرات أو غيرها. يعني حاولنا الوصول إلى عدد من النواب والحديث معهم، وقالوا يعني تعللوا الأمر واعتذروا بتواجدهم داخل المجلس، داخل الجلسة التي هي إلى الآن مستمرة. أيضا كان هنالك مؤتمر صحفي للنائب أحمد الأسدي عن كتلة السند النيابية، وتحدث على أن المرحلة المقبلة ستكون إنهاء ملف رئيس الجمهورية والتصويت على مرشح لرئيس الجمهورية والتوجه نحو الحزبين الكرديين بغية الحث على إنهاء التفاوضات التي تجري بينهم نحو والاتفاق بخصوص الدخول على أساس مرشح واحد. وإن لم يتوصلوا إلى هذا الاتفاق فستكون هنالك أو سيكون هنالك توجه نحو التصويت على من سيرشحون داخل مجلس النواب، أي إعادة سيناريو 2018 بالدخول بمرشحين ومن ثم الدخول في مرحلة انتخابات. المرحلة المقبلة مهمة جدا لأنها الفيصل. طيب محمد، هل هنالك ردود فعل ربما من حولك فيما يتعلق بتغريدة وزير الصدر الأخيرة؟ نعم، كرد فعل نيابي إلى الآن لم يصلنا شيء، خصوصا أن الجميع منشغل بالجلسة الحالية، لكن لربما أتحدث عن احتمالية أنها سترفع من وتيرة المتظاهرين أو سترفع من عدد المتظاهرين في الشارع العراقي، خصوصا أنها كانت تنقد نقدا لاذعا للعملية السياسية الحالية والتوجه الكتل السياسية. تحدث فيها حتى أن هنالك كان في يعني نهاية حديثه كان هنالك تهديد إن عدتم على ذلك فلا تحين مندم وغيرها من الأحاديث التي لربما سترفع من غضب الشارع العراقي، وخصوصا نعم. من عناصري التيار الصدري في أن هذه الحكومة فيها نوع من فيها يعني رفض كبير من قبل قادة التيار، بالتالي أنصار التيار الصدري ينظرون بما تنظر إليه قادتهم في الرفض أو القبول خروج التظاهرة والانسحاب منها، بالتالي لربما سيكون هنالك توجه نحو الشارع العراقي لإبداء الاعتراض كما أبداها صالح محمد العراقي وزير الصدر في تغريدته، أبدأ اعتراضه على سير عمل الكتل الحالية داخل مجلس النواب. لربما سيظهر ذلك أو سينجلي ذلك أو يظهر على تظهر ملامحه على المتظاهرين في الشارع العراقي من خلال التظاهرة ومن خلال الخروج إلى ساحات الاحتجاج. أيضا يردنا أن هنالك توجه يعني سحب للمتظاهرين من ساحة التحرير إلى نفق ساحة الطيران والسيطرة على الوضع الآن في ساحة التحرير، لا توجد هنالك يعني ارتفاع لوتيرة الاعتصام، لكن لربما بعد محمد على اعتبار أنه عندك معلومات حول التظاهر في المشهد، هل عرف لمن أو لصالح من هذه التظاهرات؟ هل هم تيار صدري، تشرينيون؟ نعم، هنالك صور رفعت للسيد مقتدى الصدر في ساحة التظاهر. هذه التظاهرة إن تحدثنا عن توجهها فهي رافضة للعمل الحالي لمجلس النواب، لكن بشكل عام ليس هنالك توجيه من قادة التيار الصدري للخروج في تظاهرة. أما فيما يخص سؤالك عن إن كان هنالك تشرينيون داخل هذه الاعتصام، فتشرين إلى الآن لم يحن موعدها كما هو مخطط له وكما يدعو له اللجنة التنظيمية لتظاهرة تشرين في أن تكون تظاهرة في الواحد من أو اليوم الأول من أكتوبر القادم بعد يومين من الآن، بالتالي استبعد وجود تشرينيين الآن في ساحة التظاهر. وهنالك أيضا صور رفعت لي السيد مقتدى الصدر في ساحة التحرير، أو منذ انطلاق التظاهرة ومنذ وجود التجمع كان هنالك صور رفعت لي السيد مقتدى الصدر، وأيضا نداءات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بضرورة تأييد الخاصة بالتيار الصدري بضرورة تأييد هذه الاعتصام والخروج أيضا إلى ساحة الاحتجاج يعني إيضاح مدى رفض الشارع أو مدى رفض هذه الجهة لعمل مجلس النواب الحالي ولعمل الكتل السياسية الحالية داخل مجلس النواب برمتها. طيب محمد، أعود لك بعد قليل إن جدت الأوضاع.